بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على قصه مشربيه، ودي من قصة الجميله جدا اللي انصح الناس انها تقراها. هي سهله جدا، وبيتكلم عن فن العماره وازاي احنا بنقلد الغرب بدون ما نفهم هو عامل كده ليه، او ان احنا عندنا تراث قديم جدا. فقصه طبعا بقلم المهندس الكبير حسن فتحي، اللي هو يعني من اكبر المهندسين المعماريين، وحاز على جائزة الأغا خان، وهو من أول الناس اللي نادوا بأن احنا عندنا تراث لازم نحافظ عليه ولازم نهتم بيه، ولازم نصمم البيوت بتاعتنا زي ما أجدادنا صمموها لآلاف السنين. ومش بيتكلم انها تكون مصممة من الطين، لا، هو بيتكلم ان انت تصمم من البيئة نفسها. لو انت في بيئة صخرية صمم من الصخر، انت في حتة طينية صمم من الطين، ما بتقلش الغرب وخلاص، لانه ممكن يكون مثلا عامل ازاز على اساس ان هو الشمس عنده قليله فعايز يدخل نور، بينما احنا الشمس مجرد فتحه صغيره هتدخل وتنورك المكان كله. فبيبدا يخرج من حيز التقليد الاعمى للغرب، ويبان ده كتير جدا في قصه مشربيه. ايه هي المشربيه؟ المشربيه او الشنشول او الروشان ده عنصر معماري عباره عن بروز في الدور الاول او الثاني او الدور اللي فوق. في ناس فاكره ان هو مجرد حراملك، ان مجرد بس ان الستات تشوف الشارع والناس ما تشوفهاش، لا، هو ليه فوائد كتير جدا، منها ان هو بيدخل النور وبيدخل الهواء وبيدخل كل حاجه في نفس الوقت، ما بيدخلش الاتربه الانفتاحات بتاعته صغيره فما بيلوثش المكان، وبتقدر من خلاله تبقى كاشف المكان كله، وتقدر تحط فيه مثلا اي حاجه تحفظ الميه زي القله، زير بيسقعها بسرعة جدا. والمشربية انتشرت كتير جدا بالذات في الأماكن الصحراوية، بس هي برضو موجودة في أماكن في أمريكا، خدوا المشربية دي معهم هناك وهم مسافرين. فهو بيتكلم في قصة إثيوبيا بأسلوب جميل وأسلوب سهل، بيتخيل ان في واحد معجب بالمشربية، وبعد كده بيدخل محل فبينبهر بالعناصر المعمارية القديمة، وبيقرر ان هو يعمل البيت بتاعه اللي هيجوز فيه بنفس الطريقه ديت اللي هو خالد. وبس هي خطيبته اللي هي رفيعه عايزه تعمل نيش وحاجات ديت، فبيحصل بينهم اختلاف. اللي بيقول لخالد روح على المكان دوت سيده غربيه اسمها هيلين، هي عاشت في الشرق فانسجمت جامد جدا منه، وحاولت انها تتعرف عليه اكتر وتحتك بيه اكتر. فهو بقى بيبدأ يشوف المشاكل اللي موجودة في الصناعة، ان قليل الاول بقى يعرف الموضوع دوت، لان قليل جدا المهتمين بفكرة ان احنا يبقى عندنا مشربية او يبقى عندنا حاجات فيها شكل جمالي، مش مجرد حاجة زي النيش حاجة ديكور وخلاص، لا، يبقى في حاجة فيها فن، لمسة جمالية. فبيبدأ يشوف ليه احنا منبهرين بالحضارة الغربية بينما احنا عندنا حاجات قوية جدا 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 هم مفروض ينبهروا بيها. لو حد زار مثلا مسجد احمد طولون، او زار جامع سلطان حسن، او مشي في شارع المعز لدين الله الفاطمي، او مشي، هتلاقي عندنا اثار كتيرة جدا جدا محتاجة بس ان احنا نهتم بيها وان احنا ننظف حواليها ونوفر جنبها اماكن الناس تقدر السياح تقدر توصلها بسهولة، ونحاول نعمل كل حياتنا وكل بيوتنا بالاشكال الجميلة ديت. فهي رواية بسيطة، مش بتقرا كتاب، مش بتقرا معلومات دش، لا، هي اسلوب حواري بطريقة جميلة جدا. اتمنى تعجبكم، واتمنى ان شاء الله يعني تنصحوا غيركم انهم يقروها.